بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة الشورى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قوله تعالى: والذين يحاجون في الله. قال الضحاك: نزلت هذه الآية في شأن أبي جهل حين دعا الله فقال: اللهم انصر أحب الجندين إليك وأقربهم في الله، يعني يخاصمون في توحيد الله ودين الله. يحاجون في الله يعني يخاصمون في توحيد الله ودين الله. نزلت هذه الآية بعد أن دعا أبو جهل هذا الدعاء. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني دعا أن ينصر الله عز وجل. أحب الجندين إليه واستجاب الله له، يعني من بعد ما أجابوا إياه، من بعد ما أجاب إياه، هكذا ينبغي أن يكون، من بعد ما استجيب له. وقال مجاهد: طمع رجال بأن يعودوا إلى الجاهلية، فنزل والذين يحاجون في الله إلى قوله: حجتهم داحضة. وروى معمر عن قتادة قال: والذين يحاجون في الله، قال: هم اليهود والنصارى، قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم. يعني هم اعتمدوا أن الأفضلية لمن نال الأسبقية، وأهل الله يقولون ليس الطريق لمن سبق ولكن الطريق لمن صدق. فلا عبرة بالأولوية، يعني لا عبرة أنت كيف كنت، ولكن العبرة أين أنت الآن، والعبرة أين ستكون في قادم الأيام، بما سيختم لك. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. فنزل والذين يحاجون في الله، يعني في دين الله، من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما دخل الناس في الإسلام. أيوة تمام. إذن تبقى الأولى: من بعد، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، من بعد ما دخل الناس أفواجا في دين الله، يعني من بعد ما دخل الناس في الإسلام. حجتهم،
داحضة، يعني خصومتهم باطلة، ويقال احتجاجهم زائل ساقط. يقال دحض أي زال، ومعناه ليس لهم حجة. وسمى قولهم حجة على وجه المجاز، يعني حجة بزعمهم، كما قال فما أغنت عنهم آلهتهم، يعني الآلهة بزعمهم هذه الأصنام. قال ولم يكونوا، هذه الأصنام لم تكن يوما آلهة في الحقيقة، ولم يكونوا آلهة في الحقيقة. إذن هم ليس لهم حجة، وإنما سماها حجة بناء على زعمهم. الله. ثم قال عند ربهم وعليهم غضب، يعني بما يكابرون عقولهم، ولهم عذاب شديد بما كانوا يفعلون. حجتهم داحضة عند ربهم. قوله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق، أي لبيان الحق، والميزان، يعني وأنزل الميزان وهو العدل، ويقال وأنزل الميزان في زمان نوح، ويقال هي يعني الميزان المراد به الحدود والأحكام والأمر والنهي، لأنه بهذه الحدود وهذه الأحكام وهذه الأوامر والمناهي بها يعني يظهر الحق أو المحق والمبطل، يتميز المحق من المبطل. فالذي ينضبط بالأحكام والأوامر ويجتنب النواهي هذا محق، والذي يفعل النواهي ويترك المأمورات هذا مبطل، فيصير عمله هذا القرآن كعمل الميزان، أو هذه الأحكام عملها كعمل الميزان. إذا والميزان قال يقال هي الحدود والأحكام والأمر والنهي. وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني قيام الساعة قريب، وهذا كقوله اقتربت الساعة، وقال الله تعالى لعل الساعة قريب ولم يقل قريبة، لأن تأنيثها ليس بحقيقي، ولأنه انصرف إلى المعنى، يعني البعث، يعني البعث قريب. وما يدريك لعل البعث قريب. قوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بالساعة الذين لا يؤمنون بها، يعني المشركين كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون ربنا أعجل لنا قطنا، يعني حظنا ونصيبنا. والذين آمنوا مشفقون منها، يعني خائفين من قيام الساعة، لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون. أما أولئك الكفار اعتقدوا أنه لا بعث بعد الموت، ولذلك كانوا يسخرون ويستهزئون، ويعلمون أنها الحق، يعني يعلمون أن الساعة كائنة. ألا إن الذين يمارون في الساعة، يعني يشكون ويخاصمون فيها، لفي ضلال بعيد، أي في خطأ طويل بعيد عن الحق. قوله عز وجل الله لطيف بعباده، يعني عالم بعباده، أولا اللطف بالعلم، ويقال رحيم بعباده، وهذا الأولى أن يحمل اللطف على المعنى الأشهر والأقرب. لطيف يعني رحيم بعباده، ويقال اللطيف الذي يرزقهم في الدنيا ولا يعاقبهم في الآخرة. لكن إذا جعلنا الله لطيف بعباده على هذا المعنى لا بد من تخصيص العباد. إذا جعلنا اللطيف
الذي يرزقهم في الدنيا ولا يعاقبهم في الآخرة لا بد من تخصيص العباد بالمؤمنين. أما إذا جعلنا اللطيف بمعنى الرحيم وبمعنى العالم فتبقى العباد عامة، الله لطيف بعباد رحيم بعباده كلهم المؤمن والكافر، ولولا أنه يرحم الكافر لما رزقه وهو مقيم على الكفر. ويقال اللطيف بعباده بالبر والفاجر لا يهلكهم جوعا، يرزق من يشاء بغير يرزق من يشاء يعني بغير حساب. ويقال يرزق من يشاء مقدار ما يشاء في الوقت الذي يشاء، يرزقك الله المقدار الذي يريد وفي الوقت الذي يريد، وهو القوي على هلاكهم العزيز يعني المنيع لا يغلبه أحد. قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة يعني ثواب الآخرة بعمله نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه يعني ينال كليهما. ومن كان يريد حرث الدنيا يعني ثواب الدنيا بعمله نؤته منها يعني نعطيه منها. من كان يريد حرث الدنيا يعني ثواب الدنيا بعمله، لذلك كما تعلمون يوم القيامة يؤتى بالمجاهد المرائي ويؤتى بالمنفق المرائي ويؤتى بالقارئ المرائي، فيسأل الباري عز وجل كل واحد منهم ماذا عمل، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، فيقول كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار، وهكذا. هذا معنى إيش؟ ومن كان يريد حرث الدنيا يعني ثواب الدنيا بعمله نؤته منها نعطيه منها، وما له في الآخرة من نصيب لأنه عمل لغير الله تعالى. قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. وقال القتبي الحرث العمل، يعني من كان يريد بحرفه أي بعمله الآخرة نضاعف له الحسنات، ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه الدنيا ولا نصيب له في الآخرة. قوله عز وجل أم لهم شركاء يعني ألهم آلهة دوني، شرعوا لهم من الدين أي بيّنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يعني ما لم يأمر به الله، لهم آلهة أوحوا إليهم أحكاما وأوامر ونواهي غير التي أمر الله بها ونهى عنها. ويقال معناه ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين أي من الشريعة والطريقة، ويقال سنوا لهم ما لم يأذن به الله يعني ما لم ينزل به الله من الكتاب والدين. ولولا كلمة الفضل ولولا كلمة الفصل ولولا كلمة الفصل يعني القضاء الذي سبق من الله سبحانه وتعالى، قضى الله سبحانه وتعالى ألا يعذب هذه الأمة
ويؤخر عذابهم إلى الآخرة. فهنا المراد بالفصل القضاء والحكم، ومن معاني ويأتي الفصل بمعنى قول الحق، بمعنى قول الحق. وإنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني أنزل بهم العذاب في الدنيا. وإن الظالمين يعني المشركين لهم عذاب أليم. قوله تعالى ترى الظالمين يعني ترى الكافرين يوم القيامة مشفقين مما كسبوا، يعني خائفين مما عملوا في الدنيا. يعني هنا الشيخ رحمه الله جعل الظالمين فسرها بالمعنى الخاص الكافرين، ولا مانع طبعا كما تعلمون من حملها على العموم، يعني الظالم سواء كان الكافر أو الذي يوقع الظلم على غيره من إخوانه المؤمنين أو من إخوانه من أبناء جنسه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، يعني خائفين مما عملوا في الدنيا، وهو واقع بهم يعني نازل بهم ما كانوا يحذرون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني الذين صدقوا بالتوحيد وأدوا الفرائض والسنن، عملوا الصالحات في روضات الجنات يعني في بساتين الجنة، لهم ما يشاءون عند ربهم من الكرامة، ذلك هو الفضل الكبير يعني المن الكبير. قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله يعني ذلك الثواب الذي يبشر الله عباده في الدنيا، يبشر الله يعني به عباده في الدنيا. قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو يبشر بنصب الياء وجزم الباء وضم الشين مع التخفيف يبشر، قالوا هذا مأخوذ من بشرت الأديم الجلد أبشره، قال والمعنى يبشر ذلك الذي يبشر الله عباده يعني ذلك الذي ينور الله به وجوههم. فهنا يبشر بمعنى ينور الله وجوههم، أما يبشر فهي من البشارة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يبشرهم بتلك الجنة وبذلك الثواب. ثم قال قل لا أسألكم عليه أجرا. ولاحظنا أحبابنا أكثر من مرة أن اختلاف القراءة قد يؤدي إلى اختلاف المعنى، وغالبا يكون المعنى واحدا، يكون المعنى غير مختلف. ثم قال قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني قل يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه أجرا على ما جئتم ما جئتكم به أجرا، على ما جئتكم به من الأمر بالتوحيد وهذه الأوامر وهذه الشريعة، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال مقاتل يعني إلا أن تصلوا قرابتي وتكفوا عني الأذى. هذا معنى، وقيل المراد إلا المودة في القربى، أنا ما أتيتكم بهذه الرسالة وهذا الدين وأنا لا أسألكم عليه أجرا، وإنما أنما أعاني ما أعانيه وأبلغكم هذه الرسالة من أجل أن أصل قرابتكم، من أجل أن أصل القرابة التي بيني وبينكم. هذا معنى إيش؟ قل ما سألتكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر وهذه الرسالة التي أبلغها لكم إنما هي كي أصل القرابة التي بيني وبينكم. قيل بهذا المعنى أيضا. الآن سيذكر قولا قال: ثم نسخ بقوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. يعني بعض المفسرين قالوا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه الآية منسوخة، وذلك لأنها نزلت في المدينة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام نزلت في مكة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نزلت في مكة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأواه الأنصار ونصروه، فأنزل الله عز وجل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. هذا قول بأن الآية منسوخة، ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف ورده كثير من المفسرين، حتى قيل هذا من أقبح الأقوال، من أقبح الأقوال أن يقال بأن التقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله عز وجل بحب آل بيته وخدمتهم والتودد إليهم وإكرامهم منسوخ، هذا من أقبح الأقوال. إذن هذا القول ضعيف، ويقال إلا المودة في القربى، يعني إلا ألا تؤذوني بقرابتي منكم. قال ابن عباس ليس حي من أحياء العرب إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة. وقال الحسن إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بما يقربكم منه. هذا صار عندنا الآن قول ثالث ذكره الشيخ إضافة إلى القول الذي ذكرناه. وقال الحسن إلا المودة في القربى، الله تمام، قرأنا هذا الكلام. وهكذا قال مجاهد وقال سعيد ابن جبير إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. ثم قال ومن يقترف حسنة، يعني يكتسب حسنة نزد له فيها حسنا، يعني للواحد عشرة، للحسنة الحسنة بعشرة أمثالها، ويقال نزد له التوفيق في الدنيا ونضاعف له الثواب في الآخرة. من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، الزيادة التوفيق، يعني أنت تفعل الطاعة فيمن الله عز وجل عليك بالتوفيق. لذلك تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل في الحديث القدسي، سبحان الله معناه رائع جدا ويدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، عبدي، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، عبدي قم إلي أمشي إليك، قم إلي أمشي إليك، امشي إلي أهرول إليك. هذا هو التوفيق، أن يعني أنت إن فعلت طاعة فالباري عز وجل يمن عليك بأضعاف هذه الطاعة. الله، إن الله غفور شكور. يعني في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، أظن في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الله نسيت الحديث، من
يعني بما معنى أنه من مشى إلى الله أهرول، نعم تمام، من مشى إلى الله أهرول الله إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام 3 مرات: والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. لاحظ لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يفهم منه المشابهة، أراد أن يرفع ذلك، هذا اللبس، هذا الفهم، فقال: والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، يعني من أن يشبه المخلوقات، والله تعالى أعلم. قال: إن الله غفور شكور، يعني غفور لمن تاب، شكور يقبل اليسير ويعطي الجزيل. قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني تقوله من ذات نفسه القرآن هذا كذب، هكذا قالوا. ولم يأمره الله تعالى، ليس نبيا، إنما هو يدعي النبوة. يقول الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق ويعلم أنه صادق، هو نبي ويعلم أنه نبي، أنزل عليه القرآن ويعلم أنه قرآن، أن القرآن أنزل عليه. يعني أنت وأنا الآن إنما عندما نقول كلمة حق فيكذبنا من حولنا ويسخرون منا وربما يقاطعوننا وربما يتهموننا، ماذا يحصل عندنا؟ ألم وحزن وانقباض وانزعاج وغضب شديد. لاحظ ماذا قال الباري عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يحفظ قلبك حتى لا تدخل في قلبك المشقة من قولهم، يعني يختم على قلبك بالصبر فلا تجد ألم تكذيبهم. لو أراد الله ذلك لفعل. فإن يشأ الله يختم على قلبك. هناك معنى قول آخر بمعنى هنا فإن يشأ الله يختم على قلبك، هو لما قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا والقرآن ليس من عنده ويفتري على الله، قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، بمعنى يغلق على قلبك فلا تستطيع الكلام، فلا تستطيع الكلام، ولا تستطيع البيان، ولا تستطيع الحديث، فيدل ذلك على أنك كاذب، ولكنك لست كاذبا، والدليل على أنك صادق أنك تنطق بأفصح الآيات وتأتي بأعظم الأحكام والشرائع. هذا معنى آخر لقوله فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال: ويمحو الله الباطل، يعني يهلك الله تعالى الشرك، ويحق الحق، يعني يظهر دين الإسلام بكلماته، يعني بتحقيقه وبنصرته وبالقرآن. إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم ما في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الحزن، ويعلم ما في قلوب الكافرين من التكذيب. قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات حتى يتجاوز عما عملوا قبل التوبة. وروى عبد العزيز بن إسماعيل عن محمد بن مطرف قال: يقول الله تعالى: ويح ابن آدم يذنب الذنب ثم يستغفر فأغفر له، ثم يذنب ذنبا ثم يستغفر فأغفر له، ثم يذنب ذنبا ثم يستغفر فأغفر له، لا هو يترك ذنوبه ولا هو ييأس من رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت له. سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم.
طبعا لا ننسى كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البيهقي، الله، قال عليه الصلاة والسلام: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. هذا لا ننساه، هذا الحديث أبدا. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. ومن الإقامة على الذنب مع الاستغفار أن تحافظ على الأسباب المفضية إلى المعصية. في أسباب، أنا فعلت معصية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. حتى من عظيم فضل الله عز وجل حديث يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الحاكم وصححه، قال: ما علم الله من عبد ندامة على ذنب، ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر منه. هذا من عظيم فضل الله. ولكن متى أكون، ما هي علامة كوني نادما، وما هي علامة كوني مستغفرا صادقا في الاستغفار والتوبة؟ أن أزيل أسباب المعصية، أن أزيل تماما. ما دامت أسباب المعصية موجودة فندمي ندم الكذابين، واستغفاري استغفار الكذابين. من علامة كونك صادقا وكي لا تكون مقيما على الذنب وأنت مستغفر أن لا تتعاطى أسباب المعصية، وأن تبتعد عنها، وأن تزيل هذه الأسباب بالكلية. فهنا المقال في الحديث القدسي: لا هو يترك ذنوبه ولا هو ييأس من رحمتي. هذا العبد الذي يفعل المعصية بعد التوبة الصادقة، بعد التوبة الصادقة يفعل بأن تغلبه نفسه فيقع في المعصية، فوقع المعصية، وقع بالمعصية بعد ندم من غير إصرار. ثم قال: ويعلم ما تفعلون من خير أو شر. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية تفعلون بالتاء على معنى المخاطبة، والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم. قوله عز وجل: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يجيب دعاءهم ويعطيهم الثواب أكثر ما سألوا من المغفرة، لأنه قال: ويزيدهم من فضله، يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب، ويقال يعطيهم الثواب في الجنة أكثر مما سألوا. والكافرين لهم عذاب، والكافرين والكافرون والكافرون لهم عذاب شديد، يعني دائما لا يفتر عنهم. والكافرون لهم عذاب شديد. قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو وسع الله تعالى عليهم بالمال لبغوا في الأرض، يعني لطغوا في الأرض وعصوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني يوسع على كل إنسان بمقدار صلاحه في ذلك. وهذا فيه تنبيه للناس. بعض الناس ربما يقول: أنا إذا جاءتني الدنيا يكون حالي وقربي من الله أصلح مما لو أنا فقير. نقول له: أنت لا تعلم، الذي يعلم السر وأخفى هو الله سبحانه وتعالى، والأخفى أنت لا تعلمه. الأخفى
أنت لا تعلمه. وهذا الأخفى هو السبب الذي منع الله الدنيا عنك من أجله، هو السبب الذي منع الله الدنيا عنك من أجله. الله. قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حمزة ابن محمد قال حدثنا أبو القاسم أحمد ابن حيم، الله أعلم، قال حدثنا نصر بن يحيى قال سمعت سفيان بن إبراهيم الزاهد يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال: لو أن الله تعالى رزق العباد من غير كسب لتفرغوا وتفاسدوا في الأرض، ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد. والآن على كون على الرغم من أن من أن من كونهم يعني منشغلين بالكسب، نرى ونشاهد ونلاحظ أنواع الفساد، بل يتفننون بالفساد والعياذ بالله. ثم قال: إنه بعباده خبير بصير، يعني بالبر والفاجر والمؤمن والكافر، ويقال يعني عالم بصلاح كل واحد منهم. قوله تعالى: وهو الذي نزل الغيث، يعني المطر، من بعد ما قنطوا، أي حبس عنهم من بعد ما حبس عنهم المطر، وينشر رحمته، يعني المطر، وهو الولي الحميد، يعني الولي للمطر، يرسله مرة بعد مرة. فهنا فسر الولاية بالمعنى الخاص، ولكن غيره من المفسرين عمم، أطلق: وهو الولي الحميد، يعني هو الذي الله عز وجل يلي أمور خلقه بما يعلم صلاحا لمن أراد صلاحه، وإطلالا ربما لمن هنا لا هو الولي الحميد تمام، وينبغي أن تكون خاصة أيضا يلي أمور خلقه بما يعلم صلاحا لمن أراد صلاحه. لماذا تكون خاصة؟ لأن جاء بعدها الحميد، الولي الحميد، يتولى أمور الصالحين من عباده بما يزيدهم من الصلاح فيحمدوه، يستحق الحمد سبحانه وتعالى. يعني الحميد يعني أهلا أن يحمد على صنعه. قوله عز وجل: ومن آياته، يعني من علامات وحدانيته سبحانه، خلق السماوات والأرض، يعني خلقين عظيمين لا يقدر عليهما بنو آدم ولا غيرهم، وما بث فيهما من دابة، يعني ما خلق في السماوات والأرض من خلق أو بشر فيهما، وهو على جمعهم، يعني على إحيائهم للبعث، إذا يشاء قدير، يعني قادرا على ذلك. ويقال: وما بث فيهما من دابة، يعني في الأرض خاصة، كما قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من أحدهما. ثم قال: وما أصابكم من مصيبة، يعني ما تصابون من مصيبة في أنفسكم. وفي هذه الآية تنبيه لكل عاقل: وما أصابكم من مصيبة، يعني ما تصابون من مصيبة في أنفسكم وأموالكم، فبما كسبت أيديكم. فالمصيبة إذا نزلت عليك إنما هي بكسبك أنت، يعني يصيبكم بأعمالكم ومعاصيكم، ويعفو عن كثير. اعلم هذه المصائب التي تنزل عليك هي مقابل بعض الذنوب التي فعلتها، ليس مقابل جميع الذنوب. ليه؟ قال: ويعفو عن كثير. هو أنزل لك مصيبة مقابل ذنب، وقد أذنبت ألف ذنب،
ولو أنزل عليك ألف مصيبة لما استطعت البقاء طرفة عين. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على عباده. قال ويعفو عن كثير، يعني ما عفى الله عنه فهو أكثر. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. فقرأ عليهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال فالمصائب في الدنيا بكسب الأيدي، وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا ولم يعاقب فهو أجود وأمجد وأكرم من أن يعذب فيه يوم القيامة. يعني فعلت ألف معصية عاقبك على خمسة ولم يعاقبك على الباقي، لم يعاقبك في الدنيا فهو أكرم من أن يعاقبك عليها في الآخرة سبحانه وتعالى. وعن الضحاك قال ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ والفقير يقول ما أعرض مسلم عن دراسة القرآن وفهمه إلا لطامات فعلها، والله طامات فعلها، فمنعه الله عز وجل عن دراسة القرآن وفهمه وقراءته. نسأل الله أن يحفظنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وأن يفهمنا الله كلامه، وأن يرزقنا الله عز وجل الدعوة إلى كتابه والعمل بكتابه في السر والعلانية يا رب، ظاهرا وباطنا، آمين. قرأ نافع بن عامر بما كسبت أيديكم بحذف الفاء، ليس فبما، بما كسبت أيديكم، ويكون ما بمعنى الذي أي بالذي، ومعناه الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. وقرأ الباقون فبما كسبت بالفاء، وتكون الفاء جواب الشرط، ومعناه ما يصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم قال الله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.